جيتو و في هذا المجال ماليكا القديس فرانشيسكو داسيزي الذي أتى هنا هذه الأرض المقدسة. إنها أرض إنها أرض التآلف. إنها أرض التآلف والتآخي. Non è sorto solo il sole della sapienza. في مصر لم تشرق la luce policromatica delle religioni ha illuminato questa terra. بل أن أيضا شمس الدين أشرق على لا شك أن مؤتمر دولي وعالمي للسلام يرعاه الأزهر الشريف ويشرف عليه الدكتور أحمد الطيب ويحضره بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الثاني، يعني أعتقد أن ده هتكون يعني هتتصدر عناوين الصحف العالمية كلها، وهيكون موقف من المواقف اللي هيتوقف عندها التاريخ لعودة العلاقة بين الأزهر وبين الكنيسة في روما والحوار الإسلامي المسيحي الذي توقف ربما لفترة طويلة. خلونا نناقش هذا الموضوع وغيرها من الموضوعات مع ضيفنا الكريم الأستاذ روبير الفارس. برحب بيك، أهلا وسهلا. أهلا بيك، أهلا بحضرتك. حضرتك أنا أستاذ روبير. أهلا أبونا، الله يخليك. بيطمنا عليك. سعيد خالص بوجودي معاكم. الله يخليك صديقان. يعني أولا، كيف ترى زيارة البابا فرانسيس لمصر في هذا التوقيت وحضوره، أولا الاستقبال الذي تم لي وحضور المؤتمر العالمي للسلام في الأزهر الشريف؟ في البداية أول في حد الضعف لما وقعت الجريمتين الكبار في طنطا واسكندرية، أول حاجة يعني عملتها كلمت الأنبا عمانوئيل رئيس اللجنة والأب رفيق جريش، هل البابا هيلغي الزيارة؟ يعني كل الناس بقى ابتدت تفتي وتكتب إنه البابا هيلغي الزيارة، فأكدوا إنه لا، الزيارة قائمة برغم التفجيرات دي. وتكرر الأمر بعدها بكام يوم لما تم الهجوم على كمين المجاور لدير سانت كاترين في سيناء، فبرضو أكد الزيارة. في الجزء ده في محورين، محور بيتعلق بشخصية البابا فرانسيس نفسه، هو رجل شجاع، هو رجل يعني يمتاز بالشجاعة، وده بان في 2015 لما سافر أفريقيا الوسطى، وطبعا دي دولة فيها مشاكل كبيرة وفيها حرب طائفية، طبعا ربنا يبعد عننا، بين المسلمين والمسيحيين، لكن راح وعدى الحدود الفاصلة ودخل المسجد ووعظ، فكان رسول سلام حقيقي. تاني جزئية لما بيروح الجزر اللي فيها اللاجئين، سواء جزر يونانية أو جزر إيطالية، فالجزر دي بيسموها جزر الموت، وفي لاجئين طبعا معروف غيره، لكن راح واتكلم عن وضعهم وندد جدا باللي بيتعرضوا له، فهو شخص شجاع بطبيعته الشخصية وبرسالته كخليفة بطرس الرسول، رجل يحمل سلام. فده الجزء اللي هو متعلق بشخصه. الجزء الثاني متعلق بمصر. لو نلاحظ ان اخر تويتة كتبها البابا بالليل امبارح، او يعني كتوقيت مصر كانت عندنا، بيقول سوف احج لمصر كرسول سلام او كرجل سلام. كلمة الحج هنا في مصر دايما بتتقال على المسلمين لما بيحجوا. فجات لنا اسئلة ايه الكلمة دي؟ لا، مصر يعني بالنسبة للعالم المسيحي هي موضع حج أيضا، لأن موسى النبي كليم الله أكلم ربنا فيها على جبل موسى اللي هو في سيناء، وتجلى الله فيها في العليقة وكلمه، فهي واداله الوصايا العشر في هذا الجبل، فهي مكان مقدس للحج. فالبابا بيستخدم التعبير ده. فمصر مكانتها كبيرة جدا من بداية ما تولى الكرسي البطرسي في الفاتيكان، وهو بيعلن لكل مصري بيروح يقابله هنا ان هو حابب يزور مصر وان هو عايز يجي يزور مصر، وهو شخص صادق في ده، ان مصر زي ما قلنا موسى النبي اخذ الوصايا فيها، المكان الوحيد اللي المسيح جاله. اتفضل. كان هو عايز يمشي في نفس رحله العائله المقدسه. رحله العائله المقدسه. بس الظروف ما ساعدتش. طبعا ظروف كامنيا وظروف واقعيا، لان احنا برضو لو هنتكلم هو مسار العائله المقدسه مش مستغل سياحيا. كمان جزء فيه وقع في سيناء و لا، هم 22 موقع من العريش وحتى اسيوط، هم 22 موقع. العريش موقع. اسف اقصد العريش. ما هو صحيح، ما هو سيناء. لكن هم 22 موقع، فصعب جدا
انه يروحهم، يا ريت بس المصريين اللي هم مصريين في مصر يروحوا يزوروهم، يا ريت مصر تصدر خريطة العائلة المقدسة للسياحة الدينية في العالم، لان لو تسمحوا لي تركيا عاملة حاجات وهمية وهمية وبتكسب ملايين منها. يعني يقولك في بيت للعذراء هناك في تركيا، وده تاريخيا ابونا عارف مفيش وما راحتش، لكن ملايين السياح في العالم بيروحوا. انت عندك اماكن ومذكور في الانجيل، يعني هو مرجع المسيحيين في العالم كله ان المسيح جه مصر، فيا ريت نستغل وين الزيارة. وين على النيل المكان اللي قاعد فيه العذراء المعادي، انت لو استغليت الزيارة بس ماشي للعمل السياحي، وكمان السياحة دي اللي هم السياحة الدينية بيقصدها كبار السن، فهتبقى سياحة يعني ما فيهاش مشاكل. يا ريت بس الدولة تستفيد من وجود البابا في وقت احنا طبعا بنتحارب، في صحف بتحارب مصر اللي بيمولوها الاخوان بره وبتتكلم عن غياب الامان. احنا جانا ميسي قبل كده، وجانا وجات لنا ميركل، وادي البابا فرانسيس اللي هو الشخص الرمز العالمي الكبير جدا، مليار و300 مليون مسيحي كاثوليكي في العالم بيعتبروه هو رمزهم. فدي دعاية كبيرة. انا ان زيارة البابا فرانسيس اهم من ميسي واهم من كل أهم، لان هو رمزيته الدينية نفسها بالظبط، هي جاية في المنطقة اللي الاخوان بيلعبوا فيها وبيحاولوا يشوهوها بالزبط. منطقة العلاقة بين مسلم ومسيحي ومنطقة العلاقة بين الاسلام والمسيحية، فوجوده لها رمزية اخرى. لكن استغلالنا احنا ايه؟ والاستغلال ده مباح، يعني كلمة استغلال كانت يعني مش كويس كلفظ، لكن احنا استغلالنا ايه؟ ما احنا خايفين. هو ميسي او بس ميسي عنده ملايين متابعينه، جاء مصر لكن ما عمل يعني ما حسيناش بعدها بالطفره المتوقعه. فالفكره حتى لو وصلنا مؤتمرات اللي بتنعقد، مؤتمرات للسلام ومؤتمرات للمواطنه والارهاب، طب التفعيل على ارض الواقع فين؟ ما انا عايز مش الزياره هتتختم بكره وتمام والدنيا انتهت. يعني طب البعد السياسي يا استاذ روبير، البعد السياسي لهذه الزياره في هذا التوقيت طبعا الفاتيكان دوله، يعني غير ان هي كرسي رسولي او كرسي يعني يمثل ايمان كاثوليك العالم، لكن هي دوله وليها سفارات في كل العالم، وهي دوله بوصله العالم الاخلاقيه. يعني الفاتيكان الزعماء بيبصوا لها على الاتجاه الاخلاقي للفعل السياسي. يعني البابا يوحنا بولس وهو جه مصر في سنه 2000 كان ضد تماما دخول امريكا في العراق 2003، والايام اثبتت ان وجهه نظره مظبوطه. عفوا، موقف الفاتيكان من القضيه الفلسطينيه اللي تقريبا بسبب المشاكل الداخليه في الدول العربيه اصبحت قضيه مش على الاولويات المطروحه دلوقتي، الفاتيكان موقفه ثابت قوي وفتح سفاره لفلسطين، ومع الدوله الاسرائيليه في توتر دائم ما بينهم ده من زمان. فهي دوله سياسيا لها ثقلها، وبيسموها دوله الحرب الناعمه، يعني هي ضد كل الحروب وضد التحزب، لكن ليها ثقلها السياسي في العالم من الناحية الأخلاقية. فيعني كانت أول دولة برضو أدانت التصريحات العنصرية لترامب. فإحنا عندنا شخص مهم جدا على الناحية الدينية وعلى الناحية السياسية، مصر مهمة برضو، لكن إحنا بقى نستفيد من ده إزاي؟ هنعرف إزاي نستفيد منه، بس اسمح لي برضو إن نطلع نشوف جزء تاني من كلمة البابا فرانسيس في مؤتمر الأزهر للسلام ونرجع لحضرتك تاني. التخلي عن النفاق المساعدة على وصول إلى التصالح. Domandando Dio il dono della pace. لابد أن نطلب من الله أن يهبنا نعمة السلام. E promuovere la concordia in spirito di collaborazione e amicizia. والتعاون والصداقة. Noi. نحن.
Come cristiani, io sono cristiano. كمسيحيين فإننا non possiamo invocare Dio come padre di tutti gli uomini. لا نستطيع. Ci rifiutiamo. لا نستطيع أن ندعو الله الواحد الواحد. إذا كنا نتصرف كإنسان تجاه أخيه الإنسان ضد صورة الله، نحن إخوة الجميع. وأكثر من ذلك نعترف أن مشاركون في مكافحة الشر الذي يهدد العالم، حتى لأنه لا يمكن أن يكون أرض الأخوة إن طريق الإحسان هي مفتوح أمام كل البشر، حتى تستطيع كل الجهود تحقيق الإخاء العالمي. إن هذه الجهود ضرورية، لا يخدم رفع الصوت أو زيادة التسليح لحماية أنفسنا. اليوم لابد أن نكون صانعي سلام. نحن اليوم في حاجة ماسة إلى صنع السلام، لا إلى إثارة النزاعات. نحن لابد أن نكون دعاة تصالح، لا ناشري دمار. نحن نشهد أنه بينما من جهة نبعد عن واقع الشعوب بأسماء أهداف تبعد عن حقائق الشعوب من خلال الديماغوجية، والتي لا تساعد في تعزيز السلام والاستقرار، لا يساعد الحث على العنف على نشر السلام. لابد أن الدعوة إلى العنف هي عامل يساعد دعاة الأصولية والعنف للوقاية من النزاعات ولصناعة السلام. فإن من الأساسي التعاون لإنهاء حالات الفقر والاستغلال، حيث تسهل نمو الأصولية وتجذيرها. إن تدفقات المال والسلاح نحو من يشجع العنف، وأيضا في أصل الأمر لابد من مقاومة انتشار الأسلحة التي إذا ما صنعت وبيعت فإنها يوم ما سيتم استخدامها. لابد من نشر العوامل التي تساعد على نشر سرطان الحرب. نحن في هذا الالتزام نعتبر مسؤولين، وكذلك المسؤولي المؤسسات السياسية والمؤسسات الإعلامية، كما نحن مسؤولون عن الحضارة الذين يدعون الله إلى إطلاق كل منا في مجاله عملية سلام. لازلنا مع حضراتكم، وكان منذ قليل بنستمع إلى كلمة البابا فرانسيس الثاني في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام. وقلت لحضراتكم ده حدث مهم جدا. معنا في الاستوديو اللي هيعلق برضه، هنستكمل معاه التعليق على هذه الزيارة، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ روبير الفارس منورد. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا جناب الشيخ. حكي لنا شوية يعني على يعني رأيك في مؤتمر السلام اللي بينظمه الأزهر الشريف حاليا، ثم تحكي لنا عن الكواليس اللي حدثت داخل الصحف المصرية والأجهزة الإعلام المصرية في متابعة هذه الزيارة. طبعا مؤتمر السلام كان يعني في ذكاء من الأزهر ان هو يعمل مؤتمر
اليومين اللي فاتوا، في ختامه يشارك بكلمة البابا فرانسيس، فده يعني أمر جيد جدا. الفكرة المؤتمر بيقوم على عدة محاور، إيه هي معوقات السلام، وده أمر مهم للنقاش. بس زي ما بقول المؤتمرات، ما كان في مؤتمر قريب عن المواطنة والإرهاب، كلام جميل جدا وحاجات رائعة، بس احنا عايزين فعل على أرض الواقع، عايزين تفعيل، لأن احنا بنعاني كتير. الأقباط يعني أو المسيحيين في مصر بيتم التعامل معاهم إعلاميا بطريقة انهم خمسة سياحة بيطلعوا وقت الأعياد. هنا البابا فرانسيس مع شيخ الأزهر وقت على الشاشة أمام حضراتكم. عفوا المقاطعة أستاذ روبير. لا تفضل. هذا المشهد التاريخي الآن، قداسة البابا فرانسيس الثاني مع الإمام الأكبر إمام المسلمين الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، في هذا المشهد بعد أن انتهى من كلمته في المؤتمر، مؤتمر الأزهر العالمي للسلام. زي ما حضراتكم شايفين المسألة منظمة بشيء يعني من الدقة كبير جدا. تفضل أستاذ روبير، يعني هل تعتقد أن المؤتمر العالمي للسلام اللي بيعمله الأزهر الشريف جاء مصادفة مع زيارة البابا فرانسيس؟ لا مش مصادفة، ولا مترتبة كويس؟ لا ده مترتب كويس. ما احنا في عقول بعض اوقات بترتب حلو، بس هي الفكرة في النتائج، كيف يعني نخرج من التنظير يعني الى التطبيق. يعني في حلو جدا اللوحات اللي هي هيتم اطلاقها في سماء القاهرة وتحمل صور العائلة المقدسة في مصر، ده شيء رائع جدا وفكرة جميلة. المؤتمر كمؤتمر حلو، بس انا عايز اوصل للناس، يعني عايز اطلع من القاعات المغلقه والكلام المنمق في الفعل نفسه. يعني احنا بنتكلم في مؤتمر وبتلاقي عن السلام العالمي، وبتلاقي ناس بتعارض الدكتور جابر نصار لانه لغى خانه الديانه في جامعه القاهره، وبتلاقي مناهج في بعض المناهج بتكفر الاخر في الدراسات الدينيه، وبتلاقي إعلام بيغيب المسيحيين طول السنة، وبتلاقي صفحات الفكر الديني في الصحف القومية ما تجيبش سيرة الفكر الديني، ولا هي صفحات للفكر الديني الإسلامي فقط، طب فين الفكر الديني المسيحي؟ وبتلاقي ناس يعني ما يعرفش حاجة عن المسيحيين في الوقت اللي أنا مثلا بنتي بتحفظ آيات من القرآن والأحاديث في اللغة العربية في ستة ابتدائي. فأنت مؤتمر حلو للسلام، مؤتمر حلو للمواطنة، لكن الأرض الواقع نفسه اللي عايز شغل، اللي هو السلام ده يتنقل له ازاي، اطبق، اغير في المناهج، اخلي الآخر ده موجود بشكل كبير، لأنه زي ما قال البابا دلوقتي كلنا صورة الله على الأرض، الله هو اللي خلق كل البشر، فخلي الآخر موجود. حتى لما كنا بنعمل على الكواليس، طبعا احنا لينا اسبوع شغالين، فبندور على كل حاجه جديده فيها علاقه بالبابا الفاتيكان. يعني اتكلمنا عن الزياره الاولى، هي دي زياره تاني بطرك او بابا فاتيكاني بعد البابا يوحنا بولس في سنه 2000 لمصر. فحتى في اتكلمت كتبت مقاله عن فيلم مافيا، هو يعني خف على الناس شويه، هو فيلم كان طلع 2002 من إخراج شريف عوض. محاولة اغتيال البابا، محاولة اغتيال البابا وازاي دخل بينقذوه. فالفيلم ظريف وفيه امكانيات يعني فنية عالية جدا، لكن على جانب اخر بيكشف جهل كبير بالاخر المسيحي في مصر. ازاي يعني بيجيب لك في الاول الشمامسة ومنهم ضابط مخابرات احمد رزق بيبتدوا يقولوا الالحان القبطية لاستقبال البابا. الحان قبطية والبابا يعني أبونا طبعا، فاهم قصدي؟ فالمسيحيين والأقباط في المشهد زي ده يضحكهم جدا، لأن هو الاستقبال بروتوكولي، في خلافات ما بين كاثوليك والأرثوذكس نتمنى أنها طبعا تختفي. يعني هو اللي كان جاي كان أرثوذكس كان كاثوليكي وتم التصوير في وتم التصوير فين؟ الكنيسة المرقصية في الأزبكية اللي هي البطرخانة القديمة. طب أنت عندك كنايس كاثوليكية كبيرة في مصر ومهمة جدا، يعني دخل السنة في الشيعة تقريبا، دخل السنة تقريبا. فكانت يعني لقطة ظريفة، بس يعني أنت في ناس فيلم مصروف عليه كتير، مصروف لكن بس العامة مش عارفين الكلام ده. انا اول مرة اعرف الكلام ده يضحك عليه، مش عنده الثقافة دي في مصر، ده حد يضحك عليه المسيحيين. يعني في افلام كتيرة كده يمكن وانا بفتكر في الراهبة برضو يعني الراهبة مستخدم الالحان اللاتينية بالظبط كده، اللاتيني واللبس اللاتيني. مسلسل برضو اللي هو كان بتاع اخت تريزا
حتى حنان تركي كان قريب في رمضان كانت لابسه الالحان لاتينيه وما تفهمش اللبس بتاعها ده كاثوليكي ولا ارثوذكسي. طبعا هي الفكره اللي بيكتب ما عندوش درايه بالاخر ودي هي المشكله. انت بتصرف على حاجات كتيره جدا. لو جاب حد بقى زي ابونا اسناسيوس ياخد رايه لا ياخد رايه لا دي كاثوليك ده ارثوذكسي ده كذا ده لا وفكره ان هو يعني اقول لحضرتك في فيلم كان من انتاج التلفزيون اسمه ابناء الشيطان بتاع فاروق الفيشاوي وحسين فهمي وكده. فحسين فهمي رئيس عصابه يقتل اخوه ممدوح وافي فلبس لبس راهب فبيقولوا ايه يعني في الفيلم؟ انه اخر واحد زاره كان راهب انجيلي. مفيش حاجه اسمها راهب انجيلي خالص. الانجليين طايفه ما فيهاش رهبانه. يعني الكلمه نفسها بس كله ده بيدل على ايه؟ اللي انا بتكلم فيه ان الاخر غايب تماما عن الوجود. عشان كده في ناس لما بتيجي تغطي في الاعلام وفي الحاجات دي بيعملوا حاجات طبعا هي بتبقى تركات كده او اخطاء احنا بس اللي بنبقى عارفين انه ده مش صح، لكن الباقي هو بيحتفي زي الكاتب الصحفي جد. اللي بينزل صور مرفقه بالمقاله او التحقيق لكنايس مثلا غير المكتوب خالص، او مثلا صوره بابا غير البابا خالص، او حاجه غير الحاجه خالص، وده ما حتى في الصحف كده يعني. اه طبعا. لكن انت عندك مشكله الاغلبيه المسيحيه اللي هم الاباط الارثوذكس غايبين، فما بالك بالاقليه المسيحيه اللي هم مش مكملين 300,000. السؤال الاخير لحضرتك وارجو الاجابه في دقيقه واحده، كيف نستثمر زياره البابا فرنسيس لنحقق بها اقصى ما نتمناه هنا في مصر؟ تمام، نشوف ايه اللي ما استثمرناهوش في زياره البابا يوحنا بولس ونعمل الله. يعني البابا يوحنا بولس جه مصر وقابل الرئيس بقى وشيخ الازهر الله يرحمه الدكتور سيد طنطاوي وراح سانت كاترين. هل الزياره دي ادرجت في اي كتب من الدراسات الاجتماعيه او في اي موضوع لغه عربي للتلاميذ؟ هل الزياره دي لما مر عليها 15 سنه الاعلام جاب المناسبه دي ان مر 15 سنه على الزياره دي؟ هل يا فضيلة الشيخ يعقل ان في كنيسة كأقباط كاثوليك في حجازة في إنا ليها 22 سنة مش قادرين يبنوها وفي بطرك الكاثوليك في العالم جاي عندك ما تقدرش تستفاد وتروح عامل بقى أقوى من المؤتمر وأقوى من أي حاجة إن أنا أعمل الكنيسة دي تكريما لقدوم البابا؟ أنت عندك ده غير اللوفي وغير كده، دي أقباط كاثوليك يعني الطائفة بتاعت البابا نفسه. فعشان كده أنت ممكن تقول كل الكلام الحلو في العالم لكن الفعل عندنا آية أكيد حضرتك تعرفها، لا تحب باللسان ولا بالكلام ولكن بالعمل والحق. ولكن بالعمل والحق. ده ختام رائع مع حضرتك، بنشكرك شكرا جزيلا استاذ روبير الفارس على تشريفك لنا النهارده. شكرا ليك وعلى اضاحاتك لزياره البابا. عايز اقول لكم برنامج يعني جميل والصديقان دول يعني بيفكروني بكلمه شكرك. ده انا تحت امركم، بيفكروني بكلمه جميله كنت يعني حد قالها ان الشيخ والاسيس اللي هم حدقه عين ابيض واسود العمامه بتاعتكم، فانتوا العين اللي هو مصر بتشوف منها يعني. فلو العين دي فيها مشكله عند حد بتبقى الرؤيه ظلاميه او ضبابيه. فنتمنى ان كل شيخ واسيس يكونوا زيكم وبالتالي كل الشعب يكون على منوالكم. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ روبير الفارس على هذا اللقاء.